مشاهدينا الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب الحلقة دي هي استكمال الحلقة السابقة اللي بدأناها عن سؤال مهم جدا وهو المسيح من هو ودرسنا المرة اللي فاتت بعض الأشياء عن الإعلانات الإلهية التي أعلن يسوع نفسه بنفسه عنها في حياته على الأرض وبالاخص اعلان يسوع عن نفسه في الاناجيل الاربعه وكنا بنحاول نجاوب على سؤال مهم وهو فين قال المسيح انا الله فاعبدوني. المره دي هنكمل مع بعض نفس الموضوع وهو يعتبر الجزء الثاني في دراستنا عن شخص المسيح. المسيح من هو؟ كل الاعلانات الالهيه اللي اعلنها الرب يسوع عن نفسه هنحاول بقدر الامكان ان احنا نجيب من خلالها على السؤال الذي يطرحه البعض اين قال المسيح اني انا الله فالمسيح من خلال حياته اكد لنا امور كثيره واعلن اشياء كثيره على انه فعلا الله الذي ظهر في الجسد الكلمه المتجسد فالمرة دي هنكمل مع بعض المرة فاتت اتكلمنا عن لقب من ألقاب المسيح المهمة جدا وهو لقب المسيح المرة دي هنكمل مع بعض عن لقب آخر وهو ابن الإنسان ويمكن في نهاية الحلقة السابقة اتكلمنا شوية عن موضوع ابن الإنسان لكن ما قدرناش نخلصه وأنا حابب المرة دي أتكلم عن لقب ابن الإنسان وأيضا عن لقب ابن الله المسيح ابن الانسان. لما نتكلم عن المسيح ابن الانسان هذا اللقب زي ما ذكرنا المره اللي فاتت انه ذكر في المره في الكتاب المقدس في الاناجيل الاربعه مرات كثيره جدا. ويمكن يمكن اكثر من 69 مره في الثلاث اناجيل اللي هي بنسميها الاناجيل المتشابهه اللي هي متى ومرقس ولقى وذكر 13 مره في انجيل يوحنا. في انجيل يوحنا فالمجموع آه انه المرات اللي ذكر فيها هذا اللقب حوالي 82 مره آه ذكر في العهد الجديد الجميل جدا هو انه هذا اللقب من اكثر الالقاب التي آه استخدمها يسوع المسيح آه له المجد في الحديث عن نفسه مرات ومرات تتكلم عن ابن الانسان ابن الانسان ابن الانسان يمكن بس ثلاث مرات في كل الاناجيل استخدم هذا اللقب اخرون ناس تانية غير المسيح لكي يتحدثوا بها عن المسيح لكن على الاقل عندنا يمكن 79 مره المسيح هو وحده الذي اشار الى نفسه على انه ابن الانسان لو رحنا شويه وقعدنا نجيبنا درسنا اللقب ده بتمعن، لقب ابن الانسان، هنكتشف انه لقب ابن الانسان بيغطي حياه المسيح كلها من اولها الى اخرها، بيغطي خدمته، بيغطي ايضا موته وصلبه، وبيغطي جزء مهم اخر هو مجيئه الثاني، عشان يعني كده اللقب ده ون. زي ما قلت انه بيغطي ثلاث جوانب مهمين جدا من حياه رب المجد الايات اللي اتكلم مرات اللي اتكلم فيها المسيح عن نفسه ابن الانسان كابن الانسان اتكلم فيها اشار الى خدمته الارضيه واشار فيها الى الامه ابن الانسان ينبغي ان يتالم ابن الانسان ينبغي ان يصلب ابن الانسان ينبغي ان يقوم ايضا في اليوم الثالث فبيتكلم عن الالم وعن الصلب لكن كمان في اشاره جميله جدا أكثر من مرة أشار فيها رب المجد يسوع عن ظهوره ومجيئه في المجد مجيئه الثاني وترون ابن الإنسان آتيا على السحاب إلى آخره هذا الجزء مهم جدا لأنه بيأكد لنا أيضا أن يسوع شخص أزلي شخص أبدي هو قبل التجسد وهو أيضا بعد التجسد موجود وهو حي إلى الأبد لو رحنا إلى الأشياء المهمة في هذا اللقب زي ما قلت أنه خدمة الرب يسوع الأرضية وألامه وصلبه الاثنين دول اتحققوا في المجيء الأولاني يعني مجيء الرب الأول حقق الأمرين دول فيهم حقق الخدمة الأرضية كان يقول يصنع خيرا حقق أيضا الألم والصلب وموته الكفاري نيابة عن العالم المرحلة بقى الأخيرة اللي هي المرحلة الأخيرة هي ظهوره في المجد وهذا الظهور في المجد هيتحقق في مجيئه الثاني في مجيئه الثاني لو جمعنا كل الآيات اللي بتتكلم فيها بيتكلم فيها الرب يسوع عن نفسه كابن الإنسان هنجد أمور كثيرة حتى هذه الأمور جعلت البعض وهو بيدرس هذا الموضوع يأتي أمام سؤال من هو ابن الإنسان؟ من هو؟ ده ابن الانسان ده بيغفر، ابن الانسان ده هيدين، ابن الانسان هياتي في مجيئه الثاني على السحاب، ابن الانسان هيرسل ملائكته التجديف على ابن الانسان يعتبر تجديف على الله، فمن هو هذا ابن الانسان؟ في فيديو حاول في صاحب هذا الفيديو انه يثبت انه المسيح انسان لكنه قدام دراسة للقب ابن الإنسان عمل نوع أو اتحير وبدل ما يثبت ناسوت المسيح أثبت أيضا أنه ابن الإنسان ده بيعمل أعمال هي أعمال الله نفسه خلينا نشوف الفيديو ده وبعدين نيجي نكمل مع بعض دراستنا عن المسيح ابن الإنسان من هو الديان؟ من هو رب السر؟ من هو الذي يغفر الخطايا من هو الذي يرسل الملائكة أو من هو الذي سيجازي كل واحد حسب عمله طبعا الكلام أكيد ملهاش غير إجابة واحدة الله هو اللي يدين الناس ويجازي كل واحد حسب عمله ويرسل الملائكة ويغفر الخطايا وهو رب السبت و الى آخره متأكدين من المعلومة دي متأكدين من المعلومة دي جميل فعلا كلام عقلاني كلام منطقي لا غبار عليه. ولكن في مشكلة كبيرة جدا. في مشكلة، تعرفوا مين هو رب السد؟ تعرفوا مين هو الديان؟ تعرفوا مين هو اللي بيغفر الخطايا؟ تعرفوا مين هو اللي بيرسل الملائكة؟ تعرفوا مين هو اللي هيجازي كل واحد حسب عمله؟ تعالوا نقرا في الكتاب المقدس مفاجأة. في إنجيل متى 16 27، يقول النص: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله الله مين اللي هيجازي كل واحد حسب عمله ابن الانسان طيب على نقرا تاني متى 13 41 يرسل ابن الانسان ملائكته يرسل ابن الانسان ملائكته الله مين اللي هيرسل الملائكه ابن الانسان جميل متى 12 8 فان ابن الانسان هو رب السبت ايضا ابن الانسان هو رب السبت ايضا يبقى ابن الانسان والديان هو الذي سيرسل الملائكة هو رب السبت طيب تعالوا نقرأ متى تسعة ستة الذي يغفر الخطايا يقول النص ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا أي أن ابن الإنسان والذي يغفر الخطايا ويجازي كل واحد حسب عمله وهو الديان هو ابن الإنسان إلى آخره مين؟ زي ما بتقول النصوص ابن الإنسان الله مش احنا اثبتنا ان ابن الانسان دي معناها الناسوت شفتوا الربط اتمنى ان انتوا تركزوا في النقطه دي كويس جدا مش احنا اثبتنا ان ابن الانسان معناها الناسوت اه اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك من عده مراجع وعلى راسها الكتاب المقدس وكلام البابا شنوده وكلام الانبا موسى ودائره المعارف الكتابيه وان اردت ان شاء الله ازيدكم لكن بس علشان ما نطولش على حضراتكم وما نطولش على القمص زكريا بطرس ابن الانسان هو الديان، ابن الانسان هو غفر الخطايا، وابن الانسان هو الناسوت، اذا <أسأل> <أسأل> أه الناسوت هو الذي يغفر الخطايا، الناسوت هو الذي سيجازي كل واحد حسب عمله، اذا الناسوت هو رب السبت ايضا، اذا الناسوت هو الذي يرسل الملائكة. إذا الناسوت هو الذي يرسل الملائكة، الناسوت هو الذي يدين، الناسوت هو الذي يغفر الخطايا. أن سوت هو الذي سيأتي آه على سحاب ده الكونكلوجن أو الملخص اللي وصل له آه صاحب الفيديو لكن هي الفكرة الأساسية أنه فعلا اللي يقف قدام آه ويدرس آه لقب ابن الإنسان بيدرك أن ابن الإنسان له بعد جميل جدا ورائع جدا وهو إعلان عن طبيعة وشخصية يسوع المسيح فهو لقب يشير الى الكلمه المتجسد دخوله الى العالم الله الذي ظهر في الجسد. بدايه دراستنا للقب ابن الانسان لابد ان احنا نرجع الى العهد القديم لنرى ابن الانسان ماذا يعني ابن انسان؟ وفي نبوه مهمه جدا في سفر دانيال وفي الاصحاح السابع من عدد 13 الى 14 هذه النبوه هي اللي على اساسها اتكلم الرب يسوع ولقب نفسه وقال عن نفسه ان هو ابن انسان في دانيال سبعة بنقرأ من عدد 13 هذه الكلمات كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوته وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض، خلوا بالكم هنا من هذه الالقاب وهذه الاوصاف اللي بيتصف بها ابن الانسان هنا بيتصف اولا انه قديم انه ازلي بيتصف اولا انه له سلطان وإنه له مجد، إنه ملكوته ملكوت عظيم جدا تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي لن يزول وملكوته لا ما لا ينقرض. هذه الأوصاف مش ممكن أبدا يقدر شخص يعني يتوصف بها إن لم يكن هذا الشخص فعلا في طبيعته أيضا هو الله عش كده ابن الإنسان هو اللقب الذي يشير إلى الكلمة المتجسد دخول الله إلى العالم أن الله صار إنسانا الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا كمان لما يكلم عن ابن الانسان ياتي على سحاب اللي يدرس فينا المجيء على سحاب فكره المجيء على سحاب نفسها في العهد القديم ودي دراسه جميله جدا يعني لو ذكرنا كل المرات اللي ذكر فيها انه ياتي على سحاب انه يركب سحاب الى اخره هنجد انه ده مرتبط جدا بشخص الله بحضور الله يعني لو في في مجيئه سواء للدينونة أو مجيئه سواء للخلاص أنه بيأتي مع سحاب مثلا مزمور 18 ومزمور 97 وكمان مزمور 104 وإشعياء 19 وأرمية 4 ونحمية 1 أنه دي كلها يعني لو خدت بس جزء منها وهو إشعياء 19 لأنه ده مرتبط بنبوة عن, عن مصر هذه النبوة عن مصر بنجد فيها أنه مجيئه على السحاب في عدد واحد يقول لنا أنه وحي من جهة مصر هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فهي بتعني مجيء الله هنا في هذا الجزء من إشعياء 19 بيأتي ليدين أوثان مصر ويأتي ليدين أيضا الخطاه هو خلينا نأخذ مداخله عندنا مداخله وبعدين نكمل مع بعض لقب ابن الانسان ابو مهند الو مساء الخير مساء النور مساء اهلا خير. وسهلا بحضرتك آه. عندي كلمة بسيطة إذا سمحت اتفضل اتفضل اشرف عزمي آه. كلمتي تقول رجل فريد سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وردت في رؤية خمسة 5-13 إن الرب يسوع المسيح يختلف كل الاختلاف عن كل بني البشر السائرين على هذه الأرض في الماضي والحاضر والمستقبل. هو إله وإنسان والله الكامل والإنسان الكامل. لأن حياته كانت تعكس لاهوته وناسوته الكاملين قال عن نفسه أنا خبز الحياة لكنه ابتدأ حياته الأرضية بالجوع قال عن نفسه أيضا أنا ماء الحياة ولكن أنها حياته عطشانا لأنه جاء كإنسان لكنه أشبع الآلاف كإله شعر بالحزن والكرب ولكنه كان سلامنا دفع الجزية مع أنه الملك والسلطان دعيه على زبوه لكنه أخرج الشياطين صلى <applause> مع أنه هو الذي يسمع الصلاة ويستجيبها نزلت دموعه وهو الذي يمسح دموعنا بيع بثلاثين من الفضة بيع لكنه تذر الخطاه ودفع ثمنهم من من دمه على الصليب في كشاة للذبح لكنه هو الراعي الصالح أعطانا حياته لنا وبموته أبعد الموت لأن قلبه هدفه تمديد الآب السماوي وتأمين خلاصنا نعم هذا هو ربنا يسوع المسيح لذلك يجب علينا أن نكون هدف هدف إيماننا وعبادتنا هو الوحيد الذي يستحق الشكر والتسبيح من كل قلوبنا والسجود والإكرام أمين أشكرك أبو مهند على هذه المداخلة وعلى هذا الشرح والجميل والتأمل الجميل عن يسوع المسيح الذي فعلا لا يوجد مثله عاش على هذه الأرض أه زي ما قلت انه مجيئه على السحاب المجيء فكره المجيء على السحاب نفسها هي وصف لمجيء الله في العهد القديم وهذا المجيء اما بيكون للدينونه زي ما قرينا في اشعياء 19 واحد انه الرب ياتي سريعا على السحاب وبعد كده بنقرا من عدد اثنين طريقة الدينونة أو إعلان الله للدينونة لكن كمان أيضا مجيء الله على سحاب يعني سرعة خلاص الله وإنقاذ الله لشعبه وده هنشوفه في مجيء الرب يسوع له كل المجد في مجيئه الثاني وده السبب اللي خلى رؤساء اليهود والكهنة لما الرب يسوع بيسألوه بيقولوا له نستحلفك أنت هو المسيح فقال لهم أنه وسترون ابن الإنسان آتيا على السحاب ومجرد أن رئيس الكهنة سمع هذا الكلام يقول الكتاب أنه مضق ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود أنه يجدف لي لأنه المجيء على السحاب ده أمر إلهي فقط لا يصنعه إلا شخص الله بكل شواهد العهد القديم فلما يقول لنا عن مجيء ابن الانسان على السحاب هو بيقول لنا عن مجيء الله ودخوله الى هذا العالم دخوله الى الى الله الذي هو قديم الايام يقدمه ايضا لنا على انه الاقنوم الثاني في الثالوث الاقدس الكلمه الموجود مع الاب وعند الاب منذ الازل سلطانه هو سلطان ابدي هو سلطان شامل هذا السلطان من حقه أيضا أن يقدم له العبادة والسجود لأنه مساوي لله في الجوهر لو رحنا إلى جزء آخر مهم جدا حقائق مرتبطة بابن الإنسان هذه الحقائق من أهم الحقائق المرتبطة بابن الإنسان قلنا أنه ابن الإنسان بيؤكد لنا الجانب البشري في الكلمة المتجسد يعني الكلمة الذي صار جسدا، الله الذي ظهر في الجسد، فده جزء مهم جدا عشان كده هو اخذ طبيعتنا لكنه بلا خطية، هو صار انسانا مثلي ومثلك لكنه بلا خطية، هو الكلمة المتجسد وان كان يسوع هو الكلمه فهو يستطيع كل شيء هو ملء اللاهوت هو فيه كل صفات وكل طبيعه اللاهوت هو نفس الجوهر لكنه ايضا اخذ جسدا وعشان كده بنجد انه اشياء كثيره في حياه الرب يسوع بالجسد تعب اكل شرب وده جزء يعني مهم قوي في ادراكنا للناسوت للطبيعة البشرية وأيضا لللاهوت كمان يقول الرب يسوع له كل المجد في يوحنا ثلاثة وعدد 13 هذه العبارة من أجمل العبارات التي فعلا نجدها في الكتاب المقدس يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء خلوا بالكم صعد إلى السماء نزل من السماء وهو ايضا فين؟ في السماء يعني هل ده لغز؟ يعني ممكن واحد يقرا العباره دي يقول الواحد ممكن يتلخبط هل ده لغز؟ هو مين في السماء؟ ومين نزل من السماء؟ ومين صعد للسماء؟ ومين قاعد في السماء؟ كويس؟ الرب يسوع بيقول ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء يبقى ابن الانسان صعد الى السماء ابن الانسان نزل من السماء ابن الانسان هو ايضا في السماء العباره دي ربي يسوع عايز يقول منها ايه عايز يقول انه المعرفه الكامله لله مش ممكن يحصل عليها انسان بمجرد صعوده للسماء ثم عودته إلى الأرض يعني يعني ما عندناش حد كده راح السماء وعرف الله وبعدين جه من السماء نزل من السماء وخبرنا عن مين هو الله. ما فيش حد عمل كده. كويس؟ فلم يصعد أي إنسان للسماء ولكن ساكن السماء في شخصه وطبيعته الأزلي الذي هو من نفس جوهر وطبيعه الله الابن الذي هو في حضن الاب نزل من السماء واتى الى عالمنا مع انه هو في السماء هو اتى الى عالمنا مع انه ايضا لانه غير محدود هو ايضا في السماء هو في السماء زي ما قلت انه المره اللي فاتت انه الكوبايه دي فيها هواء هذا الهواء لم ينفصل عن الهواء الخارجي هو اخذ شيب او شكل الكوبايه لكنه من نفس الطبيعه طبيعه الهواء الخارجي المسيح صار انسانا اضيف اليه الطبيعه البشريه لكنه ايضا هو الله في كماله وفي ايضا عدم محدوديته يقول الرب يسوع في يوحنا 6 فاني رايت ابن الانسان صاعدا فاذا رايتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا فهو هيجي وقت يصعد ابن الانسان حيث كان اولا وهيجي وقت يرجع ايضا من السماء ابن الانسان في مجيئه الثاني ابن الانسان سلطانا ان يغفر الخطايا وده جزء يعني مهم جدا لانه لما عاش الرب يسوع الكلمه المتجسد لما عاش على ارضنا عمل حاجات ما عملهاش غير شخص الله وزي ما قلت في دراستنا قبل كده عن المعجزات انه ازاي المعجزات اظهرت أن المسيح يسوع ليس وسيط القوة الإلهية وليس أيضا الطالب أو المتوسل للحصول على القوة الإلهية لكن المسيح هو حامل في ذاته القوة الإلهية الخارقة للطبيعة هو جزء منه أنه يستطيع كل شيء هو حامل هذه الأشياء هو صفاته دي هذه صفاته هذه قدرته لم يعطى ولم يطلبها ولم يكون وسيط لها لكنه عندما عاش على الأرض كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس ابن الإنسان سلطان أن يغفر الخطايا شوف الرب يسوع يقول في المعجزة في متى وأصحاح تسعة لما الرب يسوع شفى المفلوج يقول الكتاب فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج ثق يا ابني مغفوره لك خطاياك واذ من الكتبه قد قالوا في انفسهم هذا يجدف لانه قال مغفوره لك خطاياك فعلى طول الكتبه واليهود ادركوا انه لا احد يغفر الخطايا الا شخص الله دي قاعده عامه ما بيختلفش عليها اثنين من البشر الذي يستطيع وحده أن يغفر الخطايا هو شخص الله إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت ما فيش حد بيروح يعترف لإنسان علشان من أجل خطاياه اللي بيعملها الناس بتعترف لله لأن الخطية أولا وأخيرا هي موجهة ضد شخص الله حتى الخطايا اللي بنعملها ضد البشر هي موجهه اولا واخيرا الى شخص الله، لانه ان كنت باسيء الى انسان في اني مثلا سرقته او اني اسات اليه، لكنه قبل ما اسيء اليه انا كسرت وصيه الهيه بتقول لي لا تشتهي، انا كسرت وصيه الهيه بتقول لي لا تزني، انا كسرت وصيه الهيه بتقول لي لا تسرق، فالخطيه موجهه اولا الى شخص الله. وعشان كده الله وحده هو صاحب السلطان على انه يغفر الخطايا لكن لما يجي الرب يسوع ويبقى على الارض هنا ويقدم اليه مفلوج ويقول له مغفوره لك خطاياك كل الناس تتساءل انت مين؟ مين انت؟ انك تغفر الخطايا مين انت؟ وعشان كده يقول الكتاب قالوا في أنفسهم مش مين أنت ده قالوا في أنفسهم إنه هذا يجدف هذا يجدف فعلم يسوع أفكارهم طب يسوع عارف أفكارهم ازاي إن لم يكن هو الذي يعرف خبايا القلوب والأفكار إزاي إنسان عادي يعرف اللي الناس بتفكر فيه عشان كده عزيزي المشاهد لما تقرا الكتاب المقدس انت بتقف قدام شخص عجيب يمكن يمكن بتطرح اسئله اكثر ما بتاخد اجوبه مين ده؟ مين ده؟ فعلمها يسوع افكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ ايما أيوة ايسر ان يقال مغفوره لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي ولكن خلوا بالكم العباره اللي جايه دي لانها مهمه, مهمة جدا ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. يعني المسيح بدل ما يصلحها زي ما نقول احنا بدل بالنسبه لليهود يعني بدل ما يسهلها لهم صعبها لهم صعبها عليهم بدل ما يقول لهم طيب خلاص انا هقول للراجل دون قم وامشي وما تزعلوش لكن الكتاب يقول ان المسيح قال لهم هذه العباره قال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم ايما ايسر ان يقال مغفوره لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي ولكن يعني هو قال الكلام دون مغفوره لك خطاياك ولكن السبب الذي جعله يقول مغفوره لك خطاياك لكي تعلموا هو ان الانسان يعلم يعلم ايه؟ يعلم ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا حينئذ قال المفلوج قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام ومضى إلى بيته وهنا الناس الموجودة كلها بما فيهم الكتبة بما فيهم الفرسين بما فيهم المتدينين بما فيهم عامة الناس بما فيهم المرضى والتعابة والمتألمين كل هؤلاء أعتقد أنه كان عندهم تساؤل كبير جدا أو كويشن مارك أنه مين دون مين ده؟ ابن الانسان يغفر الخطايا. ابن الانسان هو رب السبت. الله وحده هو رب السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه هو رب التاريخ كله. والله هو الذي اعطى الوصيه بالسبت بحفظ السبت. اذكر يوم السبت لتقدسه عملا ما لا تعمل لا أنت ولا أهل بيتك ولا الغريب النزيل عندك ولا أي حاجة والوصية دي موجودة أساسا في سفر الخروج وأصحاح عشرين من ضمن الوصايا العشر يبقى الذي أعطى الوصية هو رب الوصية دي قاعدة ده يعني ألف ب اللي أعطى الوصية هو رب الوصية لكن لما يجي هنا الرب يسوع ويقول ان ابن الانسان هو رب السبت. ابن الانسان هو رب السبت. عشان كده لما دار هذا الحوار بين المسيح له كل المجد وبين المعلمين اليهود وقال لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. يقول الكتاب في يوحنا خمسة انهم كانوا يطلبون ان يقتلوه اكثر ليه؟ لانه لم يأس لم لم يعني يكسر فقط السبت او يعمل في السبت لكنه قال انه معادلا نفسه بالله هو رب السبت ودي بنجدها في يوحنا خمسة هذا الشاهد الجميل اللي اتكلمنا عنه مرات ومرات في يوحنا خمسه. يقول كده انه فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط. يعني لما كان لما نقض السبت الاول كويس بشفائه للمفلوج كانوا بيطلبوا انه بما انه نقض السبت يبقى هو كسر الوصايا هو مستحق العقاب الذي ياتي مع كسر الوصيه. كويس؟ لكن لما قال بقى ابي يعمل حتى الان وانا اعمل يقول الكتاب بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. معادلا نفسه بالله. هو رب السبت. ابن الانسان رب السبت. ابن الانسان بيغفر الخطايا. ابن الانسان التكلم ضد ابن الانسان يعتبر تجديف. التكلم ضد ابن الانسان يعتبر تجديف كده لذلك أقول لكم قال رب يسوع كل خطية وتجديف يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال للروح القدس فلن يغفر له في هذا العالم ولا في الآتي طيب معنا مكالمة ألو ألو مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بحضرتك سلام ونعمة سلام ونعمة تفضل طيب انا بشكرك على هذا الشرح الجميل طيب احنا بعد ما فهمنا انه الله جاء بيسوع متجسدا طيب أيه. سؤالي كيف يكون يسوع المسيح ابن الانسان ابن الله وواحد مع الله في حين ان الله واحد ثم لو كان هو الله هل يعقل في متى عندما ذكر متى في في نهايه نظام الاشياء ذكر متى ان يسوع قال حتى اليوم وتلك الساعه فلا يعرفهما احد لا ملائكه السماوات ابل الا الاب وحده. كيف تثبت هذه ها هذه الكلمات تثبت ان يسوع ليس الله على كل شيء، لانه يسوع هنا في هذه الايه طيب انا الآب اوكي لو سمحت الجمله الاخيره يقول انه الاب يعرف امورا لا يعرفها الابل، فلو كان يسوع هو نفسه الله القادر على كل شيء على يفترض ان يعرف كل الامور التي يعرفها ابوه، اذا طيب. لا يقع والاب متساويان والا إيه اين الروح القدس؟ لماذا لم يقل يسوع ان الروح القدس يعرف ما يعرفه الاب؟ لم يذكر الروح القدس. هذا دليل على ان المسيح ليس هو الله وانما يعني الكلمه وانت يعني انا انا طيب خليني أوكي. خليني اوكي خليني بس أوكي. خليني خليني خليني, أكتور خليني, أكتور خليني اكمل اوكي خليني بس يعني اتحاور معك شويه. احنا بنتكلم دلوقتي عن موضوع ابن الانسان انا هتكلم عن الاقوال الصعبه للرب يسوع كويس في 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 نهايه الجزء ده هتكلم عن العبارات الصعبه اللي قالها الرب يسوع وازاي نفهمها ومنها العباره اللي انت حضرتك ذكرتها لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال قدام قدام ابن الانسان اللي بيغفر الخطايا اللي رب السبت اللي هياتي على سحاب كويس آه اللي, اللي يرسل ملائكته ده كلها العبارات دي قالها يسوع المسيح تفسرها ازاي الو نحن نعلم ان أ... نحن نعلم كمسلمين ان ان المسيح يحق انا لا اتكلم عن يسوع انا اتكلم عن عيسى هو سياتي مدينا ديان لل... للناس طيب لكن ال... ليس هو الله وهذا اوكي خليني بس خلي... اوكي انا لسه ما زلت إلا. انا ما زلت بسالك نفس السؤال إزاي إذا كان المسيح هو نفسه اللي قال ابن الإنسان كويس له سلطان أن يغفر الخطايا فقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك. هو أيضا عندما شاف في يوم السبت قال لهم ابن الإنسان هو رب السبت. أيضا قال إنه ابن الإنسان هو الديان الذي سيأتي في نهاية الزمان. قال ابن الإنسان هو الذي يرسل مش الملائكة لكن ملائكته. العبارات دي ما قالهاش التلاميذ العبارات دي لم يقولها بطرس ولا يوحنا ولا يعقوب ولا حد من الرسل علشان نقول انه لا 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 العبارات دي ما قالهاش المسيح فدول يعني جعلوا من المسيح اله العبارات دي نطق بيها المسيح نفسه المسيح نفسه نطق بيها وانا عايز اسمع تفسيرك ليه الكلمات المسيح اللي نطق بيها، ممكن تقول لي لا الكلمات دي آآ آآ غلط يبقى انت بتقول المسيح ده يبقى شخصيه غلط، او او ترفض الكلام ده او تقول انا مش فاهم، بس انا عايز افهم تفسيرك انت ليها ايه؟ أولاً أنا أنا بالنسبة لي أنا يعني لو أنا ما آمنتش بالقرآن ولم أؤمن ما قاله القرآن ما بين قوسين عشان ما حدش يزعل أن الكتاب محرم المسيح بيطلع ابن مخلوق. مخلوق سيبك سيبك اوكي سيبك سي 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 من موضوع ثواني بس سيبك من موضوع انه انه الكتاب محرف ومش محرف لانه ده موضوع مردود عليه ويعني المصدر لمعرفه المسيح ليس القران كويس المصدر الاساسي لمعرفه المسيح ليس القران ده القران ده جه 600 سنه بعد المسيح فينفعش حتى انه استخدمه كمرجع لمعرفه المسيح القرآن هو اللي فيه في مشكلة وليس الإنجيل هو اللي فيه مشكلة اللي أتى بأشياء مخالفة لما هو موجود في الأصل هو اللي يثبت لنا صحته ومصداقيته فأنا أنا القرآن ده أنت بتعتد بيه أنا بصراحة يعني لا أستخدمه كمرجع ولا يستخدم حتى لو أنا شخص علمي دراسي أستخدمه كمرجع لمعرفة المسيح لأنه زي ما قلت لم يكن معاصرا للمسيح وجاء 600 سنه بعد شخص المسيح. انا دلوقتي بقول لك انه عندنا الاربع اناجيل، عندنا العهد الجديد، عندنا حتى الكتابات اللي هي بتشهد عن عباده المسيحيين للمسيح وعن صليبه وعن قيامه اللي موجوده حتى كتبها رومان ويونانيين كتير جدا. العبارات دي اللي قالها المسيح تعمل فيها ايه؟ العبارات اول شيء بالنسبه لمحمد اجى بعد 100 سنه ما المانع ان الله ان يرسل لنا محمد ليوضح لنا امور قد علينا واحنا ما منها ما المانع في ذلك ما المسيح اجى بعد 1500 سنه الله تعترف بالمسيح اوكي هم المسيح المسيح, المسيح جه بعد 1500 سنه من موسى لكن المسيح لم يلغي موسى والمسيح المسيح لم, المسيح لم ياتي المسيح لم ياتي باشياء لغت الوصايا العشر المسيح جاء بنور جديد لكنه لم يناقض اللي موجود الرواية الإسلامية تناقض ما هو موجود تناقض شهود العيان ما جاش المسيح وقال أنه موسى ده ما, ما خدش الوصايا ولا الناموس لم يعطى من خلال موسى ما قالش كده ما قالش هو ادانا تفسير جديد ليه لكنه أكد القديم إنما أنت جايلي بتفسير جديد جاي لي بتقول لي انه مثلا لم يصلب كويس بعد 600 سنه وعايزني ان انا اصدق الروايه الاسلاميه عن القرانيه عن المسيح اولا لا المنطق ولا العلم ولا اي شيء يحق لك ان انت تفرض هذه الروايه عليا انا دلوقتي قدام نصوص في الكتاب المقدس انا بقرا الكتاب المقدس على زي ما هو كده كتبوا شهود عيان وقالوا لنا المسيح قال العبارات دي أنا بقف قدامها، مين اللي قال العبارات دي؟ وإزاي يقولها؟ وباي سلطان يقولها؟ وإيه هو الحق اللي عنده اللي هو يقول هذه الأشياء؟ هل أعتبره زي اليهود مجدف؟ ممكن. أنا أعتبر ممكن واحد يقول لا 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 أنا هعتبره أن هو بيجدف، هو زي اليهود. يعني في نظر اليهود هو بالنسبة لي زي يبقى شخص مجدف. أنا دلوقتي قدام هذه النصوص. اللي بتقول لي ان هو المعامل كده قول لي افسر دي ازاي طيب ممكن اتصل الان وانا وأرد عليك اتفضل طيب انا حاب الاسلام جانبا اوكي الان بالنسبه لاصحاب الطوائف الشرعيون هم لا يعترفون بكل ما تقولون وانت لا تستطيع ان تعطيني دليل واحد مقنع خارج اناجيل الاربعه على انه يسوع هو المسيح فعلا او انه كان يعمل معجزات وكل ما قلته هي ادعاءات اتباعه أرادوا أن يؤسسوا دين جديد ليطلبوا الديانة اليهودية اللي أنا ذكرته ثواني بس أنا صحح فينا. النقطة دي أنا حابب أصحح أنه كل ما ذكرته ذكروا المسيح ولم يذكروا أتباعه دي عبارات قالها المسيح دي كلمات المسيح حتى الكلمات الصعبة لو كانوا أتباعه قالوا هذه العبارات ما كانوش قالوا الكلمات الصعبة اللي قالها المسيح لو كانوا عايزين يعملوه اله ما كانوش قالوا انه 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 اما ساعه مجيء الثاني لا يعلمها احد الا الله ما كانوش قالوا انه انه ابي اعظم مني ما كانوش قالوا كده لو كنا هم عايزين يكتبوا انجيل بحسب هواهم لكن بما انهم قالوا الكلمات الصعبه يبقى ايضا قالوا الحاجات الثانيه فده الكلام ده مش كلام التلاميذ الكلام اللي أنا بذكره هنا هو كلام من فم المسيح ذاته يا <applause> أستاذ المسيح جاوبنا على السؤال واحد هل هو حسب كتابك المقدس المسيح من مخلوق مخلوق كان في السماء حول الكلمة اللي يتكلم عنها يوحنا إزاي إزاي مخلوق إزاي مخلوق إزاي مخلوق؟ يعني إزاي, إزاي مخلوق اللي يثبت لك إنه مخلوق ما هو يوحنا قال في البدء كان الكلمه مين أيوة. هو الكلمه؟ هي المسيح أيوة. كان مخلوقا يعني ازاي؟ يعني كان ابن لله بيلعب معه ما هو دا دا ما هو وقالوا لقد كفر الذين قالوا أوكي. ان ما هو <applause> ما هو ده حبيبي ده 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 الفهم الخاطئ لمفهوم ابن الله وللثالوث ده الفهم الاسلامي الخاطئ اللي احنا مش بنؤمن بيه أنت حضرتك ما حاولتش حتى تفهم احنا بنؤمن بإيه. ما حاولتش إن أنت تدرس المسيحيين بيؤمنوا إن الله واحد. أنت حضرتك جاي بالمنظور بتاعك وتقول لي كذا كذا كذا. حتى النص اللي أنت ذكرته في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة إيه؟ الله. هو في اتنين الهه موجودين طب هكمل هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان يعني ايه يعني ايه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ان المسيح بكر كل خليقه الم يقل ذلك يعني اول ما خلق الله خلق المسيح ده 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 تفسيرك للجزء ده؟ طبعا لما يقول الله ان بكر كل خليقه كما قال كتابك المقدس اذا المسيح مخلوق مخلوق و... و... السماء قبل ولادتك الانسان الناسوت كل الناسوت اللي اخترعتوها ولا توجد في كتابك المقدس اولا والنسوط. اولا اولا كلمه بكر بالمفهوم بتاعك ده بالمتاع حضرتك ده مفهوم غلط كويس؟ لانه آآ آآ يعقوب قيل عنه أنه البكر ولم يكن البكر إسرائيل قيل عنه أنه الرب قال عنه أنه ابن البكر ولم يكن ابن الابن البكر ففكرة البكر بالمفهوم التناسلي ده ما كل حاجة للأسف كل حاجة في الفكر الإسلامي هي جسدية تناسلية كويس يعني يعني من الأرضيات إلى السماويات هي كلها حاجات مادية هي كلها حاجات جسدية مع انه الفكر مع ان المفهوم بتاعنا المسيحي مختلف عن كده انا حضرتك بقول لك انه اللي قالوا المسيح احنا قدام نصوص واضحه قالها يسوع المسيح وزي ما قال سي اس لويس قبل كده احنا في معضله المعضله دي قدام هذه النصوص وهذه الاعلانات إما تخليني أقول إنه كذاب إما تخليني أقول إنه يعني مجنون وحاشا إما أن أنا أقول إنه فعلا اللي قاله عن نفسه صح أنا أنا عايزك تقرا المسيح مش من القرآن لأنه ليس مصدر لمعرفة المسيح أنا عايزك تعرف المسيح من الإنجيل اللي ويقول اللي بيتكلم فيه المسيح عن نفسه واجمع كل ما قاله يسوع عن نفسه واسال زي ما سال التلاميذ من هو هذا؟ عشان تبقى فير وعلشان تقدر ان انت توصل الى كونكلوجن مبني على اساس صح عن من هو يسوع المسيح. انا بشكرك لاجل مداخلتك والحوار مع شخصك. طيب التكلم ضد ابن الانسان يعتبر ايضا تجديف. لذلك اقول لكم كل خطيه وتجديف يغفر للناس. لما قالوا عن انه هو بيخرج الشياطين ببعل زبول لرئيس الشياطين. الرب يسوع قال ان انتم اخطاتم تجديف اعتبرها تجديف ضده. ومن قال كلمه على ابن الانسان يغفر له. واما من قال عن الروح القدس، ليه بقى؟ ده الجزء ده مهم جدا والبعض اوقات كثيره بيسال عنه ازاي هل الروح القدس مميز عن عن الله الاب وعن الكلمه؟ اذا كان الله له ذات وله كلمه وله روح فكيف يكون الروح القدس يعني من يقول شيء ضد الروح القدس لن يغفر له لا في هذا العالم. ولا في الاتي اللي احنا ك كبشر فحسب الكتاب المقدس آه بنؤمن بالمسيح وبنتغير نتيجه عمل الروح القدس فنتيجه عمل الروح القدس بيتفتح قلبي وذهني الروح القدس هو اللي بي بيأكد لي ان انا انسان خاطئ الروح القدس هو اللي بيبكتني على خطيئة الروح القدس هو أيضاً اللي بيضع جوايا الإحساس بالإحتياج للمخلص فأنا لو رفضت الروح القدس أنا لن أقبل المسيح ولن أؤمن به نهائياً كويس؟ وعشان كده هخسر حياتي هنا وأخسر حياتي أيضاً إيه؟ في الأبدية وده اللي عايز أقوله هنا إنه إحنا الروح القدس هو اللي أتى ليمجد المسيح ولكي ما يعلن لنا شخص المسيح كما اعلن المسيح عن نفسه في الكتاب المقدس، فانا لو رفضته انا قفلت الباب عن معرفه شخص يسوع المسيح نهائي وهذا وهذا بهذا لن اخلص ولن يكون لي حياه ابديه. نيجي لجزء اخر عن ابن الانسان. الملائكه تعتبر رسل ابن الانسان. المسيح كان دقيق جدا في كل كلمه قالها. كانش بيقول كلام وبس هو كان بيقول كلام وعارف معاني كل كلمة بيقولها عشان كده لما نيجي هنا يقول ايه يرسل ابن الانسان خلوا بالكو ايه ملائكته هو مين اللي عنده ملائكة الملائكة دي رسل مين أليست الملائكة هي رسل الله هي ارواح مخلوقه لتتميم مقاصد الله فكيف للمسيح ان يرسل ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاثم ويطرحونهم في اتون النار هناك يكون البكاء واس وص... يعني هو عنده سلطان ان يرسل ملائكته والملائكه جايه برساله محدده انه تجمع آ... يعني ت... تجمع الاشرار ويطرحون فاعل الاثم ياخذوهم ويطرحونهم في النار هناك يكون البكاء وصرير الاسنان يرسل ايه ملائكته يبقى ابن الانسان بيغفر الخطايا ابن الانسان هو رب السبت، ابن الانسان يرسل ملائكته. في ماده 13 ده. كمان ابن الانسان زي ما قلت انه هياتي على السحاب ومجيئه على السحاب هو ايضا اعلان لأنه هو الله الديان وفي نفس الوقت الله الذي ياتي لياخذ المؤمنين ليكونوا معه كل حين نيجي إلى اللقب الآخر وهو ابن الله أو الاسم ابن الله ومن خلال الحوار الأخير والمداخلة الأخيرة الفكرة الإسلامية دايما هي فكرة التناسل لما نذكر ابن الله دايما الفكر هو فكر جسدي تناسل ابن بالجسد كويس وحاشا الله حاشا نحن لا نتكلم عن بنوه جسديه تناسليه لكن ما معنى ابن الله؟ زي ما قلت انه ابن الله او دي ليست بنوه جسديه ليه ليست بنوه جسديه؟ لان الله روح بكل بساطه الله روح يوحنا اربعه 24 رب يسوع قال هذه العباره الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا طبعا الرب يسوع بيتكلم عن روحيات هنا بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا والروح لا تركيب فيه ولا يتناسل ولا يتعرض للزياده او للنقصان دي حقيقة مهمة جدا، أتمنى من الإخوة المسلمين وهم بيحاولوا يفهموا احنا بنؤمن بإيه؟ إنه يدركوا هذه الحقيقة أن الله روح. ده إيماننا. الله روح. وبما إنه روح فهو ليس تركيب فيه ولا يتناسل ولا يتعرض لزيادة ولا يتعرض للنقصان، ولأنه روح فالعلاقة معه هي علاقة روحية ولأنه روح أيضا السماء هي أمور روحية يعني الفكرة الجسدية اللي موجودة عندهم من الأرض للسماء ليست موجودة عندنا في الكتاب المقدس كمان ابن الله ليس معناها تبني يعني يعني مش معناها إنه الله كده لما رأى إنسان حلو جميل محب صادق امين قدوس قال انا هتبناه بقى ده يكون ابني. فنظر ليسوع وتبنى المسيح ده مش موجود عندنا فهو ليس ابن بالتناسل وليس ابن ايضا بالتبني وليس ابن بمعنى الاسبقيه في الوجود يعني مش الله الاب سابق للابن دي كلها مفاهيم بشريه جسديه بتاعتنا احنا مش بتاعت الله ونتيجه لكده طبعا يعني نتيجه للفهم الخاطئ للايمان المسيحي آه، الاخوه المسلمين بيقولوا ان احنا نعبد الهين ثلاث الهه وهذا ليس موجود عندنا في الايمان المسيحي فالله الهنا اله واحد اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب سوري رب واحد وخلونا نشوف الفيديو اللي جاي لانه بيوضح لنا هذه الحقيقه قبل ما نكمل دراستنا عن هذا الاسم الجميل المسيح ابن الله ومن يعتقد في المسيح انه هو الله او انه ابن لله ليس بالمعنى المجازي فكلنا أولاد الله وإنما بالمعنى النسبي فقد كفر بالإيمان الذي يريده الله للخلاص يوم القيامة خلوا بالكم هو بيقول المعنى النسبي المعنى الجسدي نحن نتفق معاك نحن لا نختلف احنا نتفق معاك على انه ابن الله ليس له معنى نسبي، وليس له معنى جسدي، وليس له معنى تناسلي، وليس له معنى الاسبقيه في الوجود. هذه كلها تعاليم خاطئه لا تمت الإيمان المسيحي بصله عن قريب او عن بعيد. امال ايه يعني ابن الله؟ كويس؟ الابن الله ده لقب اعطاه الله نفسه للمسيح يعني لم تخت... يخترعه المؤمنين ما كده بطرس وبولس ويوحنا وقالوا ايه تعالوا بينا نلقب المسيح على ونقول له ابن الله لا ده المسيح في بدايه خدمته اول ما بدا الخدمه بتاعته وعند معموديته من يوحنا عندما انشقت السماوات وجاء صوت من السماء ونزل الروح القدس مثل حمامه وهذا الصوت الذي جاء من السماء قال هذا هو ابني الوحيد فهذا اللقب أو الاسم لم يخترعه المؤمنين ما جوش كده ورا المسيح وقالوا له قعدوا ينادوا عليه يا ابن الله يا ابن الله وبعدين طلع في النهاية أنه ابن الله فقالوا بقى عشان نعمل الرواية كويسة خلونا إيه بقى نقول طب هو ابن الله يبقى أكيد ليه علاقة خاصة بالله إلى آخر الأمور دي كلها ابن الله في الإيمان المسيحي معناها أي من له الطبيعة الإلهية ده أول معنى ليها مساوي للأب في الجوهر بحسب قانون الإيمان مش مشابه للأب لا ده مساوي للأب من نفس الطبيعة الإلهية الله الذي ظهر في الجسد ابن الله له طبيعة الإلهية ابن الله نفس الجوهر نفس الطبيعة عشان كده حتى اليهود فهموا دوا اليهود أنفسهم فهموا من كلام الرب يسوع أنه جعل نفسه معادلا لله زي ما قريت في يوحنا خمسة بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله وهم عندهم الحق المسيح عادل نفسه بالله فابن الله معناها نفس الطبيعه نفس الجوهر ابن الله معناها من يحمل كل صفات الله كل صفات الله في المسيح يسوع الصفات العظمه وصفات كل الصفات في صفات كده نتكلم عنها يعني لما ندرس صفات الله في صفات اذا اعطاها الله لاحد صار هذا الاحد يعني شريكا له وحاشا للايمان المسيحي ان يكون بهذا الفكر كويس لكن صفات المسيح هي نفسها صفات الله هي نفسها صفات الله كل المعرفه كل المعرفه كلية القدره كله القدره معطي الحياه وفي ذاته الحياه كل هذه الامور وبعدين معادل ومساوي للاب هذا هو المعنى المعنى الحقيقي لابن الله ولما نيجي الحلقه اللي جايه باذن يسوع هنكمل مع بعض دراستنا عن هذا الامر المهم المسيح ابن الله فالى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم